كذلك اللي تتعرف بانه كان تيشتغل معنا وعارف تقريبا الاستراتيجيه اللي مشتغلينها كامله ودائما في اتصال انا في هذه الاسبوعات. تلاقيت انا مع سي سعيد وفي نفس الوقت عرفت بانه العمل اللي كيقوم به سي بادو غادي تدريجيا باش يمكن يهيئ ان المنتخب ان شاء الله لهذه التحقيقات. وكنا كما قلت لحنا ولا جمهور وراء ان شاء الله من اجل هذا الحدث، لان هناك مسانده قويه جدا من طرف الجمهور المغربي والكاس تقام في بلادنا. النواه الحمد لله هي موجوده والمباريات الوديه هي موجوده من اجل تهيئ منتخب. بقت العناصر الجديده اللي دائما كتعطى فرصه باش يمكن تدخل. العنصر الوافد الجديد وهو بالعربي، بالرغم ان في الوقت ديالنا ارسلت له وليد الركراكي انا ذاك كان يلاه تصاب اصابه، الان ها هو جاهز 100%. وكان في علمنا بانه كذلك حتى المنتخب الالماني كان متربص باش يمكن يستدعيه، كما عملوا بالنسبه لمنير حدادي الفريق الوطني الاسباني. ولكن الحمد لله الاقناع ديال السي بادو الزكي كان مهم جدا بالتنقل لهذا اللاعب، وحاليا غادي يعزز وغنشوفوا كيفاش غادي يمكن له يتاقلم ويندمج مع 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 الفريق الوطني اللي فيه اسماء ماشي جديده على المنتخب، ولكن اسماء ممكن تقول كلمتها ان شاء الله. وحنا كنتمنوا التوفيق للناخب الوطني. اكيد نتمنى التوفيق لكل الاطر الوطنيه. بادو الزكي الان عنده مهمه قياده المنتخب الوطني، نتمنى له التوفيق التام. مجموعه من الرسائل رشيد الان كتوصلني بخصوص يعني من عند جماهير ديال الرجاء عبر الموقع. الجماهير مقلقه رشيد قام بواحد الحركه ماشي حسب الجمهور اللي كيذكر بانها حركه غير رياضيه. شنو الرد ديالك رشيد؟ نبداو من البدايه. شكون يشعل الجمهور باش يكون ذاك رده الفعل؟ هو مسؤول داخل فريق الرجاء البيضاوي، هو سي طنطاوي سي رضوان اللي اكن له احترام كبير جدا واللي اعزه واحترمه، ولكن تجاوز يعني اللباقه المعمول بها حينما دخل في واحد الرقعه اللي غير مسموح له باش يدخل لها. هي الرقعه اللي كان ديال الاحتياطيين وديال ديال ديال, ديال المدرب، وتماطل يعني في عليا بواحد الكلام لا داعي لذكره. كان 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 مفروض عليا باش يمكن لي كذلك نفسر ليه بانه راك خطا في الوقت في العين، ولكن الجمهور ما فهمش، لان اكيد بانه يكون متحيز مع 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 الطرف ديالو اللي هو فؤاد الرجاء. هو دار اولها خطا الحركه اللي دير فاش سجلنا الهدف. هو اعتبره ونقولها بالفرنسيه واللي غادي يفهم يا اون ديفيرونس اونتر ان برا دو فير، واللي هو بغى يوهم الجمهور الرجاوي، ولكن ما يقدرش يوهم الجمهور المغربي ككل. ولكن اكن احترام في الجمهور الرجاوي واحترمه منذ زمان، ماشي عاد نحترمه. وتقدر رشيد انا واحد في يوم من الايام تكون أكيد مدرب اكيد ان شاء الله لما لا، ولكن في نفس الوقت ما خصوش يغلطوا، وهذا هو اللي خصنا نوصلوا ليه. كاين لو برادونور ديال هذا، وكيديروها جميع المدربين كيديروها جميع اللاعبين، برادونور يعني ديال الشرف بان سجلت من حقي باش باي بطريقتي درت ان برادونور باش ان برادو فير، والفاهم يفهم كيفاش درت. ولكن هناك امر اخر لهذا والاشاره اليه بانه الصحافه والاعلام هي مرآه ديال المجتمع، والسلاح ديالها هي خصها توصل الحقيقه والبحث على المعلومه الصحيحه والتحيين بالحياد المطلق. ما خصش يكون غير انا رجاوي ولا انا من الودادي ولا انا من ليفار ولا هذا نبقى نتحيز، نقول الحقيقه وندير الحريقه. وهنا دور الصحافه باش يمكن ما تحيش ودير طرف، والمقياس ديال كل طرف هو احترام الطرف الاخر، هذا هو اللي مهم جدا. الا بغينا نقدموا باللعبه خصنا تقديم الحقيقه الجمهور العريض والرساله راه واضحه. نعم. ما نبقاوش نمشيو الاشاعات. وهنا انا ما قمتش بداك الشيء، ولكن لا اعتبرها بان قمت بها بالعلم ان ما قمتش بها، انا كنعتذر. لكن مجموعه من ما كاينش هذا لا اسئله اخلاقي شخصيتي سلوكي وانسانيتي. انا من دوري انني نوصل لك رشيد يعني مجموعه من الرسائل كثيره بخصوص رشيد. انا كنعرفك رشيد يعني انسان مثقف ورياضي والناس كيعرفوك، مجموعه الصحفيين كيعرفوك، يعني ماشي من اخلاقك انك غدير حركه ماشي رياضيه، ولكن أكيد. ان الجمهور خصنا نوصلوا له الفكره وانك خصك يعني. ولكن ماشي 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 جو سوي با راني ذكي، كانت هناك نيه اخرى وانا غنقولها داكشي باش توجهت للحكم. نيه اخرى بانه سي طنطاوي يعني بالحنكه والذكاء ديالو بغى يستفزني ويجعلني ما بقاش مركز على تسيير الفريق ديالي، هذه هي الفكره ديالو هو، وبغى يجبد معاه الجمهور، وهذه هي الفكره باش الفريق ينتصر من حقه. ولكن هذه الوسائل غير مسموع بها الدار. انا انتبهت مباشره للحكم ونبهته، قلت لي بانه رجاء تهجم عليا، نشوفوا الملخص كاين في الرابور
شنو كاين، ولكن انا احتراما لفريق الرجاء البيضاوي، احتراما لمسؤولين فريق الرجاء البيضاوي، بالرغم ان الرابور كاين تهجم عليا هذا ونقدر نتابعه قضائيا. نعم رشيد، ما غاديش نعملها طنطاوي احتراما للرجاء. ما نتكلموش على طنطاوي، كنعرفوا الحنكه ديالو في السير والحنكه ديالو في دكه بدلاء فريق الرجاء البيضاوي، خصنا نعطيو حتى واحد الرد. حنا غنمشي نشوفوا الملخص ديال المباراه ومن بعد نرجعوا باش نتكلموا بالتفاصيل حول المعطيات ديال هذه المباراه. هي أعصاب محترقة مشدودة عن آخرها، تطلب حسن الخلاص من كلاسيكو، تتوتر له الأعصاب قبل أن تشد له الأنظار. جماهير الرجاء البيضاوي تؤكد أن الخضرة مستمرون على طريق حصد الألقاب، هذه كانت رسالة تيفو الرجاء. أما يمنى فيفيون مابيدي فكانت تطلب الصلح مع جماهير الخضر بعد كبوة ذهاب ثمن كأس العرش على هذا الملعب وأمام نفس الخصم. هذه كانت فرحة جماهير فريق الرجاء البيضاوي. بن الشيخة طالب مجموعته بمزيد من الضغط على عرين الفريق العسكري، إلا أن ضغط الرجاء لم يكن ليربك دفاع فريق الجيش الملكي. اندفاع أنسى الخضرة واجباتهم الدفاعية، فما كان من المهدي النغمي إلا أن يعزف على نغمة التهديف معدلا الكفة للجيش الملكي. هدف ألهب حماس الجمهور، لكن الطوس على ما يبدو لم يحفل كثيرا بالهدف بعد أن شغله نقاش كاد يزيغ عن حدود اللبقة. السي طنطاوي معروف في العالم الكروي بأخلاقه بهذا، ولكن السي طنطاوي كذلك إنسان 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 غادي يبغي فريقه يربح، غيدير جميع الوسائل باش يمكن له. خليني نهضر وما تقطعنيش، غيدير جميع الوسائل باش يمكن له يبغي يفقدني العدم ديال التركيز. جا استفزني في دكه البدلاء ما منحقوش حتى لا كانت شي حاجه، وانا اخلاقي وسمعتي لا تبت لهذيك المسائل. انا فرحت بطريقتي بدون ما نسيل اي واحد، وفرحت بطريقتي هذه كيفرح بها جميع المدربين الكبار، انتم كتشوفوهم كيفرحوا كيديروا علامات لي ديال الفرحه بدون ما نقيس اي واحد، هذيك كتخص بي انا. شكرا. على الوجهه الاخرى صلاح الدين عقال يمرر ليتكلف سمير الزكرومي بالبقية موقعا هدف التقدم للخضر ضد مرمى. الجمهور الأخضر تنفس الصعداء، رغم ذلك التوتر لم ينجلي بعد. بعض العناصر المحسوبة على أنصار الرجاء رشقت اللاعبين بكل ما أوتيت من وسائل الرشق، سواء كانت حجارة أم ألفاظا، استوجب معها التدخل لتهدئة الأجواء. لتستمر المباراة رتيبة لم تحمل الجديد إلا الإبقاء على تقدم الخضر الذين أنهوا اللقاء منتصرين بحصة هدفين مقابل هدف واحد. بحكم النتيجة ديال المقابلة اللي فاتت ديال كأس العرش، كان فريق الرجاء البيضاوي دخل عازم أنه باش يحقق واحد 3 نقاط، لقى صعوبة، لقى فريق متكامل، متكامل جميع الخطوط ديالو. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن المقابلة ديال البطولة لاعبين خارج الميدان، كنا كنتمناو نحققوا نتيجة إيجابية 3 نقاط أو نقطة واحدة. ضمن المباراة الأولى قصدنا يعني في شعورنا وقصدنا في الكبرياء تاعنا. لعبنا ضد فريق كبير الحق، لي دو ماتش عرفنا نجيريو لا فيكتوار ديالنا، وهذا هو ليسونسيال سي لي 3 بوان، وعندهم ان اسبي بسيكولوجيك للمباراه الجايه ان شاء الله. هذه المباراه اظن بانه كانت فيها دفاع قوي جدا، لاحظنا في بعض الحالات فات نص ديال الحق، الحكم العلام اظن بانه كانت 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 في الاول ما خداش القرارات اللي خصها تتخذ، خصوصا في حق اللاعب بورزوق اللي كان خصو يتطرد لانه ضرب بيدو في حق حارس زنيتي، لان كانت هناك دفع داخل واحد المنطقه وعليها تسجل هدف. الحمد لله على هذه النتيجه، اللاعبين كيف ما شفتوا كانت عندهم واحد العزيمه كبيره، دخلنا من الاول بغينا نضغطوا على الخصم، بغينا نسجلوا في الدقائق الاولى باش تسهل عندنا المقابله، داك الشيء اللي تاثرنا الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله اننا نساو الماتش ديال الشامبيونه ونفكروا في الريتور ديال لاكوب باش ناخذوا بواحد العزيمه اللي كبر من هذه ونجيبوا التاهل ان شاء الله لما لا من الرباط. اكيد مباراه اعصاب، مباراه شدت انتباه كل المتتبعين الرياضيين. رشيد، واش ما كتشوفش ان يعني الضغط اللي عايشوا خصوصا المباراه ديال الرجاء الجيش، الرجاء الوداد او الجيش الوداد، ديما يعني الحيتيات والظروف الجانبيه اللي محيطه بتكهرب الاجواء كتاثر بشكل سلبي على المؤدى ديال المباراه. حتى هذه المسائل الجانبيه اللي شفناها راه هي ظروف قاهره بالنسبه لي على المدربين، على المؤطرين، على حتى اللاعبين.
فاظن بانه كتبقى الامور خصها تتخاد بواحد شويه ديال الرزانه وشويه ديال الحكمه في هذه المجالات. وكل مسؤول خصو يحاول يقوم بالدور ديالو احسن ما يرى. شخصيا انا من دوري كمدرب هيئت اللاعبين هذه المباراه، خصوصا يعني الفريق اللي مجروح غير في الامس القريب يعني يوم الاربعاء، واكدها السي عبد الحق بن شيخه. نعم. اكيد بانه غيدخل يعمل جميع الوسائل باش يمكن له يعني. انا كنتخيل دابا المباراه ديال الاربع الماجي. فهنا هنا 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 عاد نتكلموا على فهنا كيتبين بان الفريق يعمل جوائز، فاستعمل جميع الوسائل. شكون ملي غندخلوا داخل اوقات الملعب؟ يعني ما غنبقاوش حنا نفكروا غنخفوا داخل اوقات الملعب. تاثير الجمهور، تاثير ديال المسير، تاثير ديال اي حاجه ما غاتبقاش مأطره. داخل المضرب كيكون الدور ديال واحد الانسان جد مهم اللي هو الحكم. والحكم اللي خصو يعني يكون يحس بانه مامن الفرق بجوج داخل اوقات الملعب، ويعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو هذا ولد. اكيد بانه اللاعبين ديال الرجاء يعني بالكبرياء ديالهم والجرح اللي مجروحين غادي يديروا جميع الوسائل باش يمكن لهم يعني يسبقوا التسجيل. وحنا عارفين، حنا الفريق ديالنا عارف بان هذه الامور كلها هي ان لها عمل استراتيجي ليها. ولكن ملي كتفوت يعني الحدود ديال اللباقة وكتولي فيها هناك يعني ضرب، هناك سب، هناك شتم، يعني هناك لدرجة بأن الحارس النيتي راه تكسر ليه هذا ديال النيف ديالو، ماشي بوحدو يعني، راه ميتيز ضربو. ها اش كتحكم على لاعب ضرب لاعب وكتيها؟ ماشي 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 في شي عملية هذا هكا وجه الأول والكرة موقفة. اشنو اش كيتعطى؟ ربما ما شافهاش، ربما من الاخطاء ديال وعلاش عطيه كارتون جون؟ ملي ما شافهاش علاش كارتون جون؟ ما عطيه حتى شي حاجه. ما خصوش يعطيه كارتون جون، ما عطى كارتون الا كاينه شي حاجه. نعم. تستاهل اكثر من كارتون جون. وهادو امور كلها في العوض ما خصها تهدن لكل اللاعبين اللي داخل وقت الملعب، والله يحسن عوانهم بجوج الفرق بجوج. وبالقرارات ديالو اللي تكون هذا ويبين بان ياخذ الامر من حديد منذ البدايه، فعلا غيكون تكون تجاوزات. وهذه التجاوزات هي اللي جعلت باش يكون هذا، علما بانه في الشوط الثاني حكم المباراه بيد الحديد. وشفتوا الحمد لله واللي رايت له ذاك الواقعه اللي وقعت، ولا داعي باش نرجعوا ليها مع السي رضوان الطنطاوي. في الشوط الثاني علاش الامور كلها تحسنات وشفتوا يعني الفرق بجوج دخلوا لعبوا، وحنا وضعنا واحد الاستراتيجيه وسيطرنا سيطره تامه على فريق الرجاء البيضاوي، وما كان حتى شي حادث. وفي اخر مطاف تصافحنا مع اللاعبين، تصافحنا مع المدرب. هذا هو اللي دا، ولكن اللي دار شي حاجه غير مسموح بها في القانون خصو يتجازى. نعم. رشيد، اليوم شفناك عطيتي تصريحات للصحفيين، الصحفيين حضروا للندوه صحفيا بعد ما كان المقاطعه ديالها في المقابله ديال الكاس. هذه نقطه بغيت نتاكد نتكلموا عليها. انا قمت بدوري كمحترف، مشيت يعني للندوه الصحفيه يوم الاربعاء، ومشيت عاوتاني للندوه الصحفيه اليوم. ما قاطعوش كلهم، كان بعض القليل اللي بقاو اليوم هما جاوا، وكان هناك يعني بتلقائيه ما رجعناش هذاك الحدث يمكن فات. ولكن لا داعيه غير من اجل رفع اللبس من هذا الشيء كامل، غير هو احكام القيمه الجاهزه. بعض الاحيان كتجي شي مسائل جاهزه وكيكون مستهدف شخص، هذيك يعني خصنا كتسيء الاعمال الهادفه. حنا العمل الجاد هو مقياس الحكم، تنحكموا على العمل، ما كنحكموش حنا على الاحكام السابقه. واعداء النجاح موجودين في كل في كل في كل في هدا الميدان، هدا كل الميدان في جميع الميادين. هذا امر انساني، هذا كل واحد معروف بشخصيته، معروف بسلوكه، ومعروف بانسانيته، معروف. راه كل واحد عنده علامه على هذا. ولكن التجربه ديال التجربه بان كتبين بان النواه ديال النجاح لا دائما تكون على عناصر كتحاربها. رشيد، باش نرجع للنقطه. انا كنقول لك، انا عطيتك غير كنقول سؤال كنرجعوا عندي ثلاثه سؤال. رشيد، الصحفيين تقلقوا عليك، انا قلتي بان الصحفيين كياخذوا ماشي بالعباره ديال الرشوه، سميتو ان الصحفيين كيتباعوا، ان الصحفيين يعني بايعين الدم ديالهم من اجل خدمه اجندات معينه ولا ناس اخرين. والمشكل هو انك عممتي. لا ما عممتش الصحفيين انهم فهموا بانك فهموها يرجعوا. فرفع اللبس الذي رافق التصريحات كلها، فهمتيني؟ والاخيره في حق الاعلام الوطني اريد ان اوضح ثلاثه نقاط بالنسبه لي اساسيه. انا اكين الاحترام رجال الصحافه والشرفاء الذين يزاولونهم بشرف ويجتهدون تجتهدوا من اجل تبليغ يعني المعلومه، وتجتهدوا من اجل المصلحه الوطنيه ومسانده كل عمل جد بالنسبه لنا. انا كنحييهم وكان هذا وهادف من اجل تطوير كره القدم الوطنيه في هذه البلاد هذه. كلنا راه غاديين في هذا الصدد. والنقطه الثانيه، اعترف بان ما تكونش تكون تطور ديال كره القدم بدون مواكبه فعليه للاعلام، ما تقدرش تكون. ولكن الاعلام الهادف
رشيد، وهنا وجه تحية للإعلاميين والمعلقين والمذيعين كلهم الذين تفنوا من أجل توفير المعلومة الصحيحة والحقيقية من خلال المعلومة الصحيحة موقع الحدث المعلومة اللي يعني. ولكن هذا الشيء كل شيء أنا كنعتذر إذا كل واحد فهمني غلط، الصحفيين الشراب كنعتذر لهم لكن فهموني غلط وكيعتبروا نفسهم مستهدفون، أنا كنعتذر لهم. ولكن في نفس الوقت هناك صنف من الصحفيين واللي البعض اللي قلت هم الذين كنت أتوجه إليهم وماشي دابا، انا قلت في السابق بندوي عندما يتعلق الامر بالاساءه الى شخصي انا وكنولي مستهدف، وهذا الامر مخل اخلاقيه مهنه الصحافه. ما قلتش انا، وانا كنبين بانه كنعتذر الشرفاء، الشرفاء عارفين 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 عارفين، ولكن الواحد اللي غيقول لي قصني انا مباشره المستهدف اكيد خصني شكون عندك. عندك سؤال رشيد من رساله من احد الصحفيين جمال الصطيفي، من جمال الصطيفي راه معروف كله احترام كبير جدا، راه كنقول لك انا البعض والقليلون. شوف السؤال ديال جمال شوف السؤال ديال جمال، قال لك بان رشيد مادام انه تحلى بالجرأة انه يكشف بان هناك يعني ممارسات غير اخلاقيه بالنسبه لبعض الصحفيين، لماذا لم يكشف رشيد عن اسماء هؤلاء الصحفيين؟ فتظهر لي بانه الوقت جعلت بان كلنا خصنا نتجندوا من اجل تطوير كرة القدم، وتطوير كرة القدم ما يمكنش يتأتى إلا ما كانش مكون مكون، والمكون الحقيقي والأساسي وهو الصحافة. والصحافة الهادفة كما قلت نعم. أولا، ولكن احنا بالنسبة لنا يعني محاربة كل إساءة لهذا الطرف راه ما خصنيش يقوم بها رشيد الطوسي بوحده. أنا عندي واحد الهيئة اللي كنشكرها هي مديرية المدربين اللي تضمنت معايا وسندتني، ولكن حتى كانت هناك مساندة كذلك الهيئة ديال الصحفيين البعض باش لأنهم غير باش لأن فهموا غلط باش تضمهم، ولكن لا تضمنا لا كلنا يعني ضمنا باش محاربه كل ما يمكن غادي 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 يخل ولا غادي يهرس هذه القاطره في ظل هذا العهد ديال 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 الحمد لله ديال ديال محمد السادس نصره الله، اكيد بانه ما غاديش ننجحوا ما غنطوروش هذا، خصنا نضمنوا مجموعين. ما باش رشيد الطوسي اللي غايقول كلام راه خص كلنا، والمغرب راه معروف والمغاربه راه كلهم عاقوا وكلهم فهموا، الان خصنا نضامنوا باش يمكننا نحاربوا هاد المسائل، ماشي اي واحد يكون مستهدف. غادي نرجعوا للحديث على بعض النقاط بخصوص هذا المشكل هذا، نتابعوا الملخصات رشيد. اولمبيك خريبكا من الفرق الان التي يعني تؤدي اداء رائعا خلال بدايه هذا الموسم، الان هي فوق قمه الترتيب، انتصرت خلال هذا الاسبوع على شباب الريف الحسم، شو الملخص من بعد نتكلموا على الفريق. فريق أولمبيك خريبكا ينقض على صدارة الترتيب العام بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الأسبوع، جاء ذلك على حساب مضيفه شباب الريف الحسيمي. أولمبيك خريبكا يباغت دفاع شباب الريف الحسيمي ويفتتح الحصة في حدود الدقيقة 20، الهدف حمل توقيع اللاعب مامادو سيديبي. هنا نتابع المحاولة التي أعطت الهدف الأول لفريق أولمبيك خريبكا، هدف رفع منطقة الضيوف الذين بحثوا عن هدف ثان يثقل الكفة، الشيء الذي صعب من مأمورية شباب الريف الحسيمي الذي بادر إلى خلق بعض المحاولات الخطيرة، لكن يقظة الحارس البرقادي دفعت الخطورة عن مرماها. هدف للصفر حتى حدود الدقيقة 82 التي ستمنح الهدف الثاني لفريق أولمبيك خريبكا، بعد بناء هجوم منظم تمرير من اللعب البزغودي، ومامادو سيديبي يسكن الكرة ببراعة في الشباك. هدفين للا شيء هي نتيجة اللقاء النهائي، رفعت رصيد أولمبيك خريبكا إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين ظل شباب الريف الحسيمي في الصف السابع ب4 نقاط. أولمبيك خريبكا يرسم على بداية جيدة خلال بداية هذا الموسم رشيد، المصادفة أن أحمد العجلاني مدرب فريق أولمبيك خريبكا يحارب حتى هو في خريبكا بعد محسوبين على الجماهير، لدرجة أنه كان غادي يقدم الاستقالة ديالهم بعد بقى، والآن هي النتائج كاينة، بعض الخطرات غير بعض التفاصيل هي اللي كتخلي الفريق ما يمشيش في الطريق الصحيح. فأنا دائما أتكلم كل عمل هادف وكل مدرب له استراتيجية للعمل وكتبان المعاليم ديالها خليه يشتغل بدون تشويش بدون هذا، وحنا كنا تنتكلموا على اداء النجاح. انا لعبت ضد فريق اولمبيك خريبكا جوج ديال المباريات، مباراه في خريبكا ومباراه هنا في مدينه الرباط، فريق منظم، فريق له عناصر جيده، فريق له مدرب عارف اش كيدير، والدليل بانه
يعني انتصرنا عليه باش شق الانفس حتى لاخر دقائق من المباراه، هناك تبين الفريق وكانت في اي لحظه من اللحظات الكفه تقدر تكون تكون تكون, تكون لصالحه. كذلك في خريبكا لعبنا مباراه في المستوى ضد فريق اللي هو اولمبيك كبير، وهنا اكدها هو اكدها الوقت اللي بغى يقدم الاستقاله، يعني بانه الله يكون في العوان المدرب راه ولا عليه واحد الضغوطات كبيره جدا، وهو كيقوم بواحد العمل جبار. فريق اللي هو مسكو السنه الماضيه مسكو يعني في وسط في وسط في وسط الموسم واستمر به وكان غادي غادي ينزل غادي ينزل وهو نقدو من النزول. فالان عنده وقت باش يمكن له يشتغل 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 يشتغل، ولكن خصو يشتغل في هدوء باش يزيد يعطي اكثر. فها هو اكدها. فالان حاليا خص الكل يساندو وكل يوقف معاه على اساس كره القدم غتطور. اولمبيك خريبكا اللي معروف له طاقه شابه، منطقه ديال معروفه، منطقه ديال تاده معروفه بالمواهب، فاظن بانه غادي تعطي قيمه لكره القدم الوطنيه وتعطي المنطقه اسماء كبيره لمجموعه من الفرق الوطنيه. فريق اخر سجل اليوم وسجل خلال هذا الاسبوع فوزا تاريخيا بتحقيقه اول فوز تاريخي له بالدوري الاحترافي بعد صعوده التاريخي، هذا الجمله ديال تاريخي بزاف مع شباب اطلس خنيفره. ابناء هشام الادريسي يقدمون افضل ما لديهم خلال بدايه هذا الموسم. جمهور كبير جاء لمعاينه مباراه شباب اطلس خنيفره واولمبيك ازافي والتي قادها الحكم نور الدين ابراهيم. مع البدايه تسديده قويه للكونغولي اوباسي بيرسيل، الحارس المسفيوي حمزه الحمودي كان في المكان المناسب. بعد ذلك وفي الدقه السابعه انسلال لعميد فريق شباب اطلس قنيفرة العبوبي عرقا من الخلف للكاميروني مباين، حكم المقابله اعلن عن ضربه جزاء لفعل الفريق شباب اطلس قنيفرة وطرد اللاعب الكاميروني. هذا النقص العددي اثر كثيرا على عطاءات فريق اولمبيك اسفي فيما تبقى من دقائق هذه المقابله. اللاعب الزهراوي في مناسبتين ستمكن من هزم الحارس حمزه حمودي. اللاعب بن وحي مصوف اولمبيك اسفي سيعرق الهون من طرف اللاعب محتان، حكم المقابله لم يعلن عن اي شيء. الجوله الاولى انتهت خنيفريا بهدف لا صفر. مع بدايه الجوله الثانيه تدخل خشين لمهدي كراويطه في حق اللاعب معه، حكم المقابله لم يتردد في اشهار ورقه حمراء الثانيه لتتعقد ماموري الفريق اولمبيك اسفي فيما تبقى من دقائق هذه المقابله. افضل ما فعل فريق اولمبيك اسفي راسيتان بارزتان للمدافع ياسر رامي، الحارس الخنيفري اركاب كان يقظا وفي المكان المناسب. ما تبقى من دقائق هذه المقابله عرقه الاخرى للاعب ونجم صوب فريق شباب اطلس خنيفره، حكم المقابله لم يعلن عن اي شيء. اخر دقائق هذا النزال اندفاع قوي لفريق شباب اطلس خنيفره، هنا اوباسي بيرسيل بقليل من الحظ كان بامكانه اضافه هدف ثاني. هنا اللاعب ونجم يتلاعب بدفاع فريق اولمبيك اسفي، تدخل غايه في الخطوره للاعب بن شعيبه، حكم المقابله لم يعلن عن اي شيء لتنتهي المقابله بفوز منطقي ومستحق لفريق شباب اطلس خنيفره بهدف لا صفر، فيما ينتظر فريق اولمبيك اسفي عمل كبير في مستقبل الدورات. ابتسامه وسعاده واضحه على محيا هشام الادريسي مدرب شباب اطلس خنيفره. رشيد اكيد ان هشام الادريسي من الاطر الوطنيه، انا واحد السيد تلقى معايا في القطار قال لي هذاك السيد كيف ما كيحلل كيف ما كيلعب. يعني الامور اللي تناقشها في التحليل ديالو عبر القنوات التلفزيونيه كيأديها حتى في هنا كتبين لك مشروع ديال مدرب كبير على الساحه الوطنيه، تأكد يعني العمل ديالو والمنهجيه ديال العمل ديالو. يعني كما تنقولوا حنا ملي كيكون الفريق اداء ونتيجه كذلك هو نظريا وتطبيقيا، يعني كل ما هو نظري تتبان لك في التطبيق داخل رقعه الملعب. هنا ما الا نهنيو السي هشام الادريسي الاخ ديالنا الصغير، لانه كما سبق وان ذكرت بانه هو مشروع مدرب كبير، واكيد بانه الروح والقيمه ديال الاطر المغربيه بهذه الاطر من هذا الشكل غتزيد قوه وتزيد تعطي واحد القيمه اضافيه لكرتنا الوطنيه. نعم اكيد. من الصدف بان كذلك لعبنا اول مباراه ديالنا في الدوري مع فريق شباب اطلس خنيفره، هنا كتبين يعني هذا الفريق يعني راه ماشي سهل خصوصا في ميدانه، فرق كبيره حصل الاسود سوف تعاني
يعني في داخل مدينة خنيفة. إطار وطني آخر يحقق مسيرة جد إيجابية رفقة فريقه فريق الكوكب المراكشي، الأمر يتعلق بهشام الدميع الذي حقق 6 نقاط من أصل 3 مباريات، آخرها كان فوز على فريق النادي القنيطري. بالملعب الكبير لمدينة مراكش وأمام جمهور قليل استضاف فريق الكوكب ضيفه النادي القنيطري في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية. هذه المواجهة دخلها الفريقان بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، وبالأخص بالنسبة للفريق الزائر النادي القنيطري الذي لا زال يبحث عن أول انتصار له رفقة مدرب عبد الرزاق خيري. مع البداية أول تهديد كان لفائدة الضيوف، لكن هذه المحاولة تذهب محادية لمرمى الحارس المراكشي علي المحمدي. بعد ذلك رد فعل قوي للكوكب، ضربة خطأ في التنفيذ اللاعب سقاط الذي يرسل كرة في المقاس للمهاجم البرازيلي جيفرسون، هذا الأخير وقع الهدف الأول للكوكب في الدقيقة 29 من المباراة. هدف للصفر كان إذن هو نتيجة الجولة الأولى من هذه المباراة. في الشوط الثاني ظل فريق الكوكب هو صاحب المبادرة، وهنا فرصة أخرى لإضافة هدف ثاني، لكن الحارس القنيطري عبد الرحمن الحواصلي ينقذ الموقف. فريق الكوكب المراكشي أتيحت له العديد من الفرص لإضافة أهداف أخرى، لكنه اصطدم ببراعة الحارس القنيطري الذي تألق في هذه المواجهة. أنصار النادي القنيطري ظلوا يساندون فريقهم طيلة المباراة، وذلك في محاولة إدراك التعادل. الكرة الثابتة شكلت مصدر الخطورة هنا إحداها عن طريق العميد برواز. الدقيقة 79 حكم المواجهة يوسف الهراوي يعلن هنا عن ضربة جزاء لفائدة الكوكب بدعوى عرقلة داخل مربع العمليات. ورغم احتجاجات لاعبي النادي القنيطري فالحكم أصر على قراره. ضربة الجزاء كلف بتنفيذها اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني زكريا الملحاوي الذي أضاف الهدف الثاني لفريق الكوكب، معلن بذلك عن فوز منطقي ومهم للفريق المراكشي الذي أصبح بذلك رصيده 6 نقاط، فيما انحدر الفريق القنيطري للصف الأخير بمجموع نقطة واحدة حققها من تعادل وهزيمتين. هذه كانت كما غادي نقول الكرة هذه فيها الرباح والخسران والتعادل، فجينا ان نحازمين حقو نتيجه ايجابيه اللي تعطينا ان نعاودوا نلعبوا مع الحسيمه بكل ما وشينا من القوه الساعه باش غادي نقول الكره هذه خسرنا، فنتمنى من الله ان ان شاء الله نفيقوا شويه ونحقوا نتائج ايجابيه من القدم ان شاء الله. الحمد لله دائما تتبقى النتيجه شيء ايجابي، ولكن المدرب ما عمر دائما الهدف والشغل ديالو الشاغل هو يركز على يعني النقاط السلبيه، تتبقى النقاط الايجابيه دائما يجب الحفاظ عليها تنميتها، ولكن كما قلت حنا على علم بانه عندنا سلبيات كثيره ولازم نشتغلوا عليها، وهذه بدايه الموسم، ولكن الحمد لله كاين هناك يعني اشياء يعني تتبشر بالخير، ولكن كما تنأكد دائما حنا على علم بانه راه تنتظرنا الشيء الكثير باش نكونوا فريق متكامل ان شاء الله. ممثل مدينة النخيل فريق الكوكب المراكشي ومنذ عودته لأندية قسم الكبار وهو في خط تصاعدي رفقة مدربه الشاب هشام الدمعي. ونسل الوداد من هزيمة قاسية أمام الاتحاد الزمري الخميسات. لقاء الوداد طرح أكثر من علامة استفهام بخصوص اختيارات المدرب طوشاك وكذلك الطريقة التي يلعب بها. نتابع التقرير. إلى الملعب البلدي بالقنيطرة انتقل فريق اتحاد زموري الخميسات الصاعد والعائد إلى حضرة القسم الأول، وذلك استقبال فريق الوداد في إطار منافسة الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في نسختها الرابعة. فريق اتحاد زموري الخميسات الذي تأقلم بسرعة مع أجواء منافسة الكبار وحقق نتائج طيبة بعد لقاءات جيدة في البداية، كان آخر هذا اللقاء القوي ضد الوداد حيث تمكن من انتزاع التعادل بفضل الهدف الأول الذي وقعه اللاعب عبد الرزاق الناصر في الدقيقة 26 من اللقاء. الهدف جاء إثر ضرب جزاء أعلن عنه الحكم عمر الحلو ونفذها بنجاح اللاعب الناصري. الفريق الزموري كان بإمكانه إضافة أهداف أخرى لولا التسرع وسوء الحظ، كما نتابع هنا من خلال هذه المحاولة حيث أصلح الحارس بن عاشور خطأ فادحا في البداية. واللقاء يسير نحو النهاية، فريق الوداد ضعف من مجهوداته أكثر في آخر الفترات في محاولة تعديل الكفة، وانتظر حتى مرور الدقة 91 ليوقع اللاعب العمراني هدف التعادل بشكل أنفس للوداد بعد صمود طويل للفريق الزموري. لينتهي هذا اللقاء بتعادل منطقي أنصف الطرفين إلى حد بعيد، وذلك في انتظار مشوار طويل وحافل هذا الموسم باللقاءات المشوقة والمفاجآت على كافة الأصعدة.
رشيد لابد من توقف عند فريق الوداد الرياضي، اكيد بعض الجماهير واغلبيه الجماهير غير مطمئنه لاداء الفريق خلال بدايه هذا الموسم. اختيارات توشاك تضع اكثر من علامات استفهام بخصوص بعض العناصر التي يختارها توشاك، ربما ضغط الجمهور قد يؤدي لنتائج في بعض الاحيان عكسيه بالنسبه للفريق. فريق الوداد البيضاوي يعني بجمهوره وبتاريخه العريق لا يسمح الا يعني بالنتائج اللي كتكون سلبيه، نفسه نفس فريق الجيش الملكي فريق الرجاء البيضاوي. واكيد الجمهور دائما كيطمح للفريق ديالو باش يكون عنده يعني تبان بان فريق ملي جبتي الجيش والرجاء والوداد، فرق اللي في بدايه هذا الموسم عانات بشكل كبير من خلال انطلاقه المباريات الاولى لهذا الموسم، لماذا الفرق الكبير الان تعاني مع خصوصا هذا الموسم هذا؟ لا انا ما نتكلم على فريقي، ما نتكلمش وحتى من ناحيه الاخلاقيه المهنيه ما نتكلمش عن نكمل على زميلي في المينا، ولكن اظن بانه فريق الجيش الملكي الجمهور ديالو عرفوا بان توضع في سكه 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 صحيحه. اليوم كون كان هناك انتصار وانتم شفتوا يعني الهزيمه كيفاش كانت، اكيد بان كنا غنكونوا مع أول، ولكن هذه البدايه يمكن تضيع بعض النقاط في الاول، ولكن غادي ان شاء الله غادي نرجعهم. اللي ممكن يتلي الصدر وهو في التقارير اللي كانت سابقه بان هناك يعني ترسله من الاطر الشابه والوطنيه اللي اثبتت الجداره والكفاءه ديالها، وكلها يعني حتى في التدريب الاخير اللي دار بالنسبه لليسانس بي وليسانس ا كلها كانت باستحقاق. نتكلم على هشام ادريسي مع 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 خنيفرة مع السي هشام الدميعي مع الكوكب حسن الركراكي مع الحسيمي، هناك تبان بان هناك جيل من المدربين راه جاي، وكتبان لك حتى في التعليق ديالو والتحليل ديالو بان هناك فلسفه، هناك عمل يقام. من هذا الطين احنا باش نشجعنا كاطار مغربي خصنا نشجع الاطر الوطنيه بهذا الصدد، لان عرفنا دزو عندنا اجيال كبيره جدا واللي كان فيهم اللي في التقاعد كان اللي الله يرحمهم، ولا داعي وزعما ما نكرهوش نذكروا منهم اللي نعطاو الكره المغربيه امثال عبد الله السطاطي امثال حميد الدوش امثال البصير امثال اطور كثيره بزاف، العماري الله يرحمه بطاش كثيره. جا جيل اخر اللي هو جيل اخر ديال عزيز العامري، وجينا احنا من محمد فاخر والحمد لله مديح وزكي وعبد ربيه سكيتيوي والقائمه، ودابا جيل اخر كذلك، وهنا كتبين لك بان هذا فهنا كتبين بان كره التطور، ولكن حتى الاطر المغربيه غادي الاطر الاجنبيه بدات كتقلص اللائحه ديالها في البطوله الوطنيه، وهذا اصبح ملحوظ خلال الاعوام الاخيره. اللقاء انتهى متعادلا بين نهضه بركان وحسنيه اكادير، انتهى متعادلا بهدف لمثله. فريق حسنيه اكادير كان سابقا للتهديف عن طريق خطا عمر كوناتري الذي سجل خطا في مرماه، ثم فريق نهضة بركان عاد للكفة في الأنفاس الأخيرة من اللقاء في الدقيقة 91 عن طريق أيوب شورتي، لتنتهي هذه المواجهة متعادلة بهدف لمثله. من الفرق المتوقع أن تقول كلمتي أخيرة لهذا الموسم فريق الفتح الرباطي الذي لم يفوت الفرصة بميدانه أمام المغرب الفاسي المنتشي بإخراج الوداد من مسابقة الكأس. أفرزت الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية مواجهة نارية بين الفتح الرياضي الذي ظهر بمستوى لافت منذ بداية البطولة والمغرب الفاسي المنتعش بتأهله لدور الربع من كأس العرش على حساب الوداد البيضاوي. مع مطلع الشوط الأول أبناء العاصمة العلمية بدروا إلى تهديد مرمى مضيف، لكن يقظة الدفاع الرباطي كانت في المرصاد. فريق الفتح بدر هو الآخر إلى افتتاح التسجيل عن طريق هذه الركنية المقوسة، لكن الحارس الفاسي رفض أن تزور كرة المضيف شبكه. أبناء وليد الركراكي نجحوا في استغلال الأخطاء الدفاعية من جانب لاعبي ألماس، وفي حدود الدقيقة 27 محمد فوزير يستلم كرة عرضية من المهدي الباسل ليضعها بأمن في شباك الفاسيين مانحا التقدم لصالح الفتح الرياضي. سيناريو البحث عن تعديل النتيجة للمغرب الفاسي كان حافلا بالفصول، أكثرها تشويقا تسديدة عمر النمساوي التي تجاوزت الجميع إلى العارضة. الأصفر الفاسي استمر في إرهاق دفاعات فريق الفتح دون أن تشكل محاولته فارقا في النتيجة. ومع اقتراب نهاية الشوط الأول كاد مراد بطنة أن يعمق جرح الفاسيين بهدف ثاني لولا تألق الحارس جلال مصلح. مع بداية الشوط الثاني زادت جرعة الطموح عند أبناء العاصمة العلمية لتدارك النتيجة، العزيز يتوغل في معترك العمليات والمدافع منضاو يلقي بثقله عليه ليعلن الحكم عن ضربة جزاء صحيحة تكفل بإضاعتها الرحماني الذي أرسلها وراء الشباك ليزيد من حسرة الجمهور الفاسي.
إهدار الفرص وقلة التركيز دفعت فرانك ديماس ليدخل الشطيب الذي يجيد لاعب دور المنقذ لعله يصنع أفراح الفريق كما تعود. وعلى عكس توقعات ديماس تمكن العروي من اقتناص ضربة جزاء بعد عرقلة واضحة من جانب الحارس جلال مصلح، ترجمها نجم الفريق مراد بطنة إلى هدف ثان أربك حسابات الماس لإدراك التعادل. ومع تزايد ضغط المباراة زاد الاحتكاك والتنافس بين اللاعبين ليسفر ذلك عن طرد مدافع الفتح الرياضي مانداو بعد أن نال البطاقة الصفراء الثانية، وبعدها بست دقائق جاء الدور على المدافع الماس بلعروسي. أصدقاء بطنة كادوا أن يضاعفوا الغلة بهدف ثالث بتصويبة من قدم العروي أبعدها ببراعة الحارس الشاب جلال مصلح. وقبل نهاية المباراة بقليل انتفاضة الأصفر لتقليص النتيجة جاءت بالغيث، العزيزي يستغل خطأ في التغطية الدفاعية وعلى طريقة الكبار يراوغ حارس الفتح ويضع الكرة في الشباك، ليعلن الحكم عبد المجيد المستقي عن نهاية المواجهة بفوز صعب ومقنع للفتح الرياضي ستصعد به إلى المركز الثاني خلف الكوكب المراكشي، بينما سيسعى المغرب الفاسي لاستعادة عنفوانه في قادم المواجهات. نتيجة عريضة سجلها المغرب التطواني خلال آخر مباريات من الدورة الثالثة للدوري الاحترافي، سجلها أمام الدفاع الحسني الجديدي خماسية 5 أهداف لهدف واحد، وتطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الدفاع الحسني الجديدي ومدربي حسن شحات المدرب المصري. زهير العربي أو زهير نعيم سجل في الدقيقة 25 لصالح المغرب التطواني، بعدها عبد المولى الهردومي سجل في الدقيقة 33، وزيد كروش سجل الهدف الثالث لصالح المغرب التطواني في الدقيقة 41 قبل أن يدلل زكريا حدراف الفريق في الدقيقة 90 من المباراة، وفوزي عبد الغني سجل الهدف الرابع لصالح المغرب التطواني في الدقيقة 91، وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة زهير نعيم يسجل 5 أهداف للمغرب التطواني، رشيد 5 أهداف أكثر من علامة استفهام. هذا ما ينقص من قيمة المغرب التطواني كذا أنه فريق كبير، ولكن الدفاع الحسني الجديدي مستوى غير مشرف خلال بداية هذا الموسم. فالأكيد بأنهم بعد يعني الذهاب ديال اللاعبين موازنين الفريق فرط في النجوم في لاعبين مثل قطب الدفاع شاكو قرناص المحرك الأساسي بالنسبة للفريق، فأظن بأنه ملي كت يعني العمود الفقري كتفتقدو أكيد العناصر اللي غتكون جديدة باش تتأقلم مع مدرب جديد خصها شي من الوقت، ومن من 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 سوء الحظ يعني طاحوا مع فريق يلعب باسلوب سلس واسلوب جيد خصوصا داخل الميدان ديالو اللي فريق المغرب التطواني، واللي كان في امس حاجه لواحد الانتصار لانه كما كتعرفوا كاس العالم للانديه وانتصار غادي معنوية كبيره جدا ماشي غير الجمهور التطواني الجمهور المغربي ككل، وخصوصا بالنسبه للمدرب سي عزيز العمري الذي له الكفاءه ويعني والشجاعه الكبيره ان شاء الله باش غادي يهيئ لنا فريق من المستوى. كتهضر على ولد بلادك. فرضاته الكفاءه ديالو فرضاته الظروف ديالو وماشي غير هو بدو الزاكي حسن الكراكي ومن قبل نسيت وليد الكراكي لانها من الاطر الشابه اللي لها وزن كبير غيكون. النتائج ما ننساش كذلك رشيد محمود خصو تعطاه فرصه ديالو. مجموعه من الاسماء رشيد، النتائج الكامله مرفقه بالترتيب. الجولة الثالثة من القسم الوطني الثاني، اتحاد طنجة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي أمام اتحاد أيت من لون، مديرية وجدة بدورها تفوقت على الراك، والنادي المكنسي يتواضع من جديد أمام اتحاد المحمدية. محمد بن تركة. تواصلت منافسة القسم الوطني الثاني لكرة القدم نهاية الأسبوع بإجراء الدورة الثالثة والتي تميزت بتسجيل 20 هدفا في 8 مباريات، معدل جيد بالنسبة لأندية الدرجة الثانية. الصور من لقاء اتحاد المحمدية الذي استضاف فريق النادي المكناسي، فريق اتحاد المحمدية كان سباقا لافتتاح باب التهديف عبر مهاجمه جمال التريكي اللاعب السابق لفريق أولمبيك خريبكا. إذن الفريق المحلي تمكن من التوقيع على انتصار بميدانه بهدفين لهدف، وهنا نتابع الهدف الثاني في لقاء كان مفتوحا بين الطرفين.
اللقاء على العموم عرف إهدار مجموعة من الفرص السانحة للتهديف سواء من اتحاد المحمدية والنادي المكناسي الذي سيتمكن من تسجيل هدفه الوحيد في آخر دقائق اللقاء. يذكر أن هذا أول انتصار للاتحاد المحمدية مع بداية منافسات القسم الوطني الثاني. فريق النادي المكناسي يبقى بدون انتصار، ففي ثلاث مباريات حقق الفريق نقطتين من تعادلين وهزيمة. اتحاد تمارا حقق الأهم خارج القواعد أمام شباب هوار، الهدف الوحيد خلال هذا النزال حمل بصمة اللاعب أيوب السايح عبر كرة ثابتة. اتحاد تمارا بالمركز الثامن بأربع نقاط، شباب هوار في الصف ما قبل الأخير بنقطة وحيدة. اتحاد طنجة يعتلي مؤقتا الترتيب العام بتسع نقاط مع العلامة الكاملة. بالفعل اتحاد طنجة في الريادة بتسع نقاط وعلامة كاملة. اتحاد طنجة يود العودة بسرعة لقسم الأضواء. النتائج الكاملة مرفقة بالترتيب. نعود لمنافسات ثمن نهاية كأس العرش لهذا الموسم والمباريات التي أجريت خلال هذا الأسبوع. أبرز النتائج: خروج الوداد وتأهل المغرب الفاسي كأول متأهل عن هذا الدور. الخروج الوداد يعطي أكثر من دلالة لجماهير القلعة الحمراء على اعتبار أن الأمور ليست على ما يرام لحد الساعة. نتابع الملخص. قرابة 15,000 متفرج من أنصار الفريقين استمتعوا بهذه المقابلة التي حبست الأنفاس والتي أدار الحكم خالد النوني من عصرة الغرب. مبكرا وبقليل من الحظ اللعب الوردي كاد أن يسجل للمغرب الفاسي. الدقة 25 الوداديون طالبوا بضربة جزاء بدعوى عرقلة المهاجم وليد القرطي. استمر الدعم في المدرجات من طرف الجمهور وارتفعت بالمقابل عطاءات اللاعبين فوق البساط الأخضر. الإفواري كوني في الدقة 26 يمرر عرضيا الكرة تلمس المدافع بالعروسي. الحكم يعلن عن ضربة جزاء للوداد وقع بنجاح الدولي الغابوني إيفونا. وفرحة عارمة الأنصار فريق الوداد عقب تسجيل هذا الهدف. بعد ذلك اندفاع قوي لفريق المغرب الفاسي، تسديدة قوية نصف هوائية من طرف اللاعب الناصري، العارضة تنقذ الحارس الودادي بن عاشور. الجولة الأولى من هذه المقابلة انتهت ويدادية بهدف لا سافر. في الشوط الثاني سيطرة شبه مطلقة للمغرب الفاسي والهجومات المباغتة للوداد كانت خطيرة. هنا وليد القرطي يسدد، العمود الأيمن يقف عائقا أمام الوداد. الدقة 75 ضربة خطأ للمغرب الفاسي في التنفيذ العمي سعيد الحموني، بالعروسي يسدد تدخل حارس بن عاشور، الكرة تصل للاعب العزيزي الذي سجل هدفا رفض حكم المقابلة بدعوى شروط. قرار أثر حفيظة كل مكونات المغرب الفاسي لتتوقف المقابلة أكثر من 6 دقائق. الفاسيون آمنوا بحظوظهم في هذا النزال وكان مفتاحهم المخضرم شمس الدين شطيبي الذي سجل هدفا رائعا يزن ذهبا في الدقة 88. خول للمغرب الفاسي العبور لدور ربع نهائي كأس العرش كرة القدم للموسم الرياضي الحالي. وكنبغي نشكر الجماهير كاملة والحمد لله، يعني فرحة كبيرة أنك يعني ترجع للفريق ديالك الأم وتماركي هدف اللي كيأهل الفريق. الحمد لله أنا كنبغي نشكر العائلة ديالي كاملة واحد بواحد، وكنبغي نشكر الأصدقاء ديالي ساندوني رغم يعني المشاكل اللي تعرضت لها. يعني ماشي نهاية الموسم، تقصينا بالكأس، نتمنى إن شاء الله نفكروا في نصف نهائي فريق الوداد البيضاوي لأن مازال باقي مشوار طويل إن شاء الله. هاد السنة في الدوري مازال باقي 28 ماتش. المقابلة عموما وفت بالوعد، النمور الصفر حققوا الأهم بمرورهم لدور ربع نهائي كأس العرش لكرة القدم، فيما بالرغم من إقصائه فبوادر تكوين الفريق التنافسي بدأت تلوح في أفق مكونات فريق الوداد. الرجاء بدوره استسلم لرغبة الجيش الملكي في أولى جولات هذا الدور على اعتبار أن النتيجة تنتظر التأكيد من طرف الجيش الملكي خلال مباراة الإياب. عندما نتحدث عن الكلاسيكو بين العملاقين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي إلا ويتبادر إلى أذهاننا أنصار جماهير الفريقين. مباراة ذهب ثمن النهاية والتي جمعت مبكرا نظرا للقرعة بين قطبي كرة القدم الوطني الرجاء العالمي والزعيم.
والتي اعتبرها البعض نهاية قبل الأوان. الجماهير حضرت وإن كنا ننتظر أن تمتلئ مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بأنصار كثر. الجيش الملكي سجل هدفه الوحيد خلال هذا النزاع عبر مهاجمه عبد السلام بن جلول. الهدف جاء في آخر دقيقة من الشوط الأول، قيل عنه الكثير لكن بالعرض البطيء يتضح أن عبد السلام بن جلول لم يكن البت متسللا. عميد الخضر بالمعلم سقط وأغمي عليه قبيل نهاية الجولة الأولى لينتقل على وجه السرعة إلى فحوصات الرجاء البيضاوي بالمركب الرياضي محمد الخامس ليتلقى إسعافات مكثفة بين شوطي المباراة من طرف طاقم طبي محترف للرجاء البيضاوي. الرجل عاد بسلام ليتم المباراة بمعية أصدقائها. الجيش الملكي كاد في أكثر من محاولة أن يضاعف الحصة. الشوط الأول من ثمن نهاية كأس العرش انتهى للزعيم في انتظار الشوط الثاني بمدينة الرباط. نعم باش نلعبوا حظوظنا الى اخر دقيقه من المباراه الثانيه. اليوم حققنا نتيجه ايجابيه، هذه ماشي خصنا يعني نوقفوا عند هذا الحد. بالعكس هذا شوط اول، هذه مباراه ديال الكاس، هناك شوط ثاني ما خصناش يعني نكونوا يعني يقولوا يعني راه تاهلنا. بالعكس هناك مباراه ثانيه ان شاء الله، ولكن قبل من المباراه الثانيه هناك مباراه ديال 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 البطوله يوم الاحد، خصنا ناكدوها. وحنا جينا حنا معشاق كره القدم، حنا تنعرفوا الجمهور البيضاوي تيبغي الكره بالفعل. فالجماهير البيضاوية والرباطية لطالما استمتعت بالكلاسيكو المغربي بين الغريمين التقليديين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، سواء بالمباريات التي تلعب بالبيضاء أو تلك التي تجرى بمدينة الرباط. نتابع ملخصات مباريات ثمن نهاية كأس العرش. نتوقف مع ثلاث مباريات. نهضة بركان حقق فوزا مريحا نحو الدور القادم بفوزه بثلاثية بميدان شباب قصبة التادلة، فيما أجلت الأمور في مباراة اتحاد تونات أمام الدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد أمام الفتح الرياضي. لحساب مباريات ذهاب الثمن لكأس العرش، حسم التعادل الإيجابي مباراة الدفاع الحسني الجديدي أمام الفريق المغمور اتحاد تونات بنتيجة هدف لمثله. كان لفارس دكالة شرف افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق ضربة جزاء نجح في ترجمتها إلى هدف المتألق بكر الهلالي. اتحاد تونات لم يكن سهل المراس، بل بحث عن التعادل بكل واقعية، فكان له ما أراد. مصطفى فليسات يعدل الكف خطأ في مرماه بعد خروج غير موفق لحارس زهير العروبي. تعادل يصب في صالح فريق اتحاد تونات المتعطش لإثبات الذات في مباراة العودة. من جانبه تعادل الفتح الرباطي سلبا أمام مضيفه يوسفية برشيد المنتمي للقسم الثاني. أشبال محمد البكاري أثقل دفاعات أبناء العاصمة بثلة من المحاولات لافتتاح التسجيل، لكنها لم تثمر عن أهداف، ليكون الرد مماثلا من جانب فريق الفتح الذي لم يتمكن هو الآخر من ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف قد تسهل عليه المهمة للعبور إلى دور الربع في مباراة الإياب التي ستلعب على صفح ساخن أمام فريق طموح اسمه يوسفية برشيد. ولنفس المجموعة تمكن فريق نهضة بركان الذي يخطو بثبات منذ بداية المنافسة من تجاوز عقبة شباب قصبة التادلة على ميدانه بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم. أولى أهداف المباراة جاءت عن طريق المخضرم بريغل في الوقت البدل الضائع من الجولة الأولى، ليعود عبد المولى بالرابح ويوقع الهدف الثاني للضيوف بعد تمريرة حاسمة من فييرا سانوغو. ومن جديد يعود عبد المولى بالرابح ليصفع دفاعات الخصم بتسجيله الهدف الثالث. قصبة التادلة تمكن من تقليص النتيجة عبر المهاجم ليونيداس فواكو. الطموح سيزيد بلا شك في مباريات الإياب بين الفرق المشاركة، لما لاف كل الفرق تمني النفس بوضع قدم في المربع الذهبي في كأس العرش أغلى المسابقات. أولمبيك أسفي بدوره لم يدع الفرصة تمر حينما تفوق بميداني على اتحاد تمارا في انتظار تأكيد النتيجة خلال مباراة العودة. بملعب المسيرة بأسفي استضاف فريق أولمبيك أسفي ضيفه اتحاد تمارا أحد أندية القسم الوطني الثاني، وذلك في مباراة ذهاب ثمن نهاية كأس العرش. الجولة الأولى من هذه المواجهة عرفت اندفاعا قويا للفريق المضيف أولمبيك أسفي الذي حاول منذ البداية البحث عن هدف السابق، لكن جل المحاولات كانت تنقصها الفعالية والنجاعة. أنصار فريق أولمبيك أسفي كان عليهم انتظار حتى الجولة الثانية وبالضبط في الدقيقة 52 ليشاهدوا الهدف الأول لفريقهم من إمضاء المهاجم ياسين البساطي الذي أسكن الكرة في الزاوية 90 لمرمى حارس فريق اتحاد تمارا. بعد هذا الهدف وصل فريق أولمبيك أسفي سيطرته على مجريات هذه المباراة وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل،
بالمقابل فاعتمد فريق اتحاد تمارا على بعض المحاولات النادرة والتي لم تشكل خطورة واضحة على دفاع وحارس مرمى فريق أولمبيك أسافي. وفي الوقت الذي كان في هذا اللقاء يسير نحو النهاية وبالضبط في الدقيقة 90 يتمكن المهاجم السنغالي إبراهيم ديوب من إضافة الهدف الثاني لفريق أولمبيك أسافي الذي أنهى اللقاء بهدفين لا صفر. حاولنا نلعب كرة في بعض الفترات، قدمنا مستوى طيب، في بعض الفترات أخرى كان الإرهاق وشوية فما مال أدريس هذا راجع شوية تعب، لكن أهم شيء هو مجد كوبي تربح. فبالنسبة للمقابلة كانت شوية لقينا صعوبات بالطرف الأولى، فحاولنا أننا نعرف نقاط الضعف ديال الخصم، وحاولنا أننا نعرف نقاط ديال الخصم واستثنا لنا جوج هدفين اللي خلينا نلعبوا بارتياح في مقابلة الإياب إن شاء الله. وناي دي زيرور ونروح عطيناهم دو كادو فوز افي فيو مي سي سا الفوتبول كونت اون دوني دي كادو كوم سا با اون بير بيتمون مي سي با غراف مي اون ا دومونتري كو اون اي اون ايكيب سوليد هوموجين تكنيك بوكو دو كوراج سا في بليزير كو لي جوور يجو كوم سا. فريق اتحاد تمارا لديه فرصه اخرى لتصحيح الامور وتدارك النتيجه في مباراه الاياب بميدانه ان اراد مواصله مشواره في منافسات كاس العرش بثبات. نتحول الى رياضه الجولف، حيث توج النادي الملكي لاكادير بلقب كاس العرش لسنه 2014 وهي المره الثانيه على التوالي بعد تغلبه على نادي جولف الملكي لمراكش. عزيمه ابناء أكادير كانت حاسمة خلال هذه النهاية. قائمة بالعوش على مدى أسبوع مسالك نادي الأرياف الجولف الملكي بطنجة كانت على موعد مع الدورة 11 لمنافسات كأس العرج. هذا الحدث يتزامن واحتفال النادي بالذكرى المئوية لتأسيس أول ملعب للجولف على صعيد شمال إفريقيا. المنافسات النهائية عرفت مشاركة 15 ناديا، الإقصائيات كانت على أشدها، وتأهل المباراة النهائية نادي الجولف الملكي لأكادير الفائز بالدورة السابقة ونادي الجولف الملكي لمدينة مراكش. الفريقان معا تجاوزا في نصف النهائي نادي الجولف الملكي لدار السلام ونادي الجولف الملكي لأنفا المحمدية. على الصورة أيوب الجراتي الذي كان واحد من الأسماء التي صنعت هذا الإنجاز الكبير. كل شيء فرحان، كنا عارفين بلي ربحنا اللي ضربنا الصباح اللي فوقصهم، قالوا ما ضربناهم لي 3 بوان، قلنا العشية بقى الدراري بقات لنا 3 بوان يدمي خصنا نضربوها، ومع الدراري مع ديك لافولونتي اللي كانت عندنا من الحالة هذه ربحناهم، قلنا صافي دابا الماتس تسالى، كل شيء فرحان دابا كل شيء بريزيدون ليكيب ديالنا كاملين، كونسيي الكابيتان كل شيء فرحان. عند داخل المجموعه ديال النادي النادي الملكي لاكادير للغرف كاين عنصر نسوي، وانت كتشاطري الفريق ديالك بهذا التتويج، شنو يمكن تقول؟ حنا فرحانين بزاف بهذا النجاح اللي حققنا، وكنتمناو نزيدو القدام ان شاء الله يكون الخير من هنا القدام اكثر من هكا. مواهب شبه بإرادتها القوية تمكنت من الاحتفاظ باللقب للسنة الثانية على التوالي في تظاهرة رياضية شهدت نجاحا هاما وعلى جميع المستويات. كان هناك إجماع على أنه الأمور مرت في الغاية والنهاية على أحسن شكل، والناس أبهروا بجودة الملاعب وبمستواها وب يعني صعوباتها وبإلى آخره بجميع النواحي. وتبقى الإشارة إلى أن نادي الجولف الملكي دار السلام الذي فاز 7 مرات بكأس العرش اكتفى هذه المرة بالمرتبة الثالثة. التصوير كان للزميل رشيد براحو كاميرمان بمدينة طنجة. توج البلجيكي كوب جونس كيمر بلقب مكناس ضمن فعالية تشالنجر للتنس هذا العام، والتي استضافتها ملاعب التنس بمدينة مكناس، وذلك حينما تفوق في النهاية على الفرنسي لوكاس بوي ب 4-6-6-2-6-2. محطة مكناس من دوري تشالنجر الدولي عرفت حضور أسماء قوية ومصنفة ضمن المئة الأوائل في العالم، لكن المقابلة النهائية خالفت كل التوقعات وجمعت بين البلجيكي كيمر كوب جانس والفرنسي بي لوكاس. اللاعب الفرنسي قدم أداء جيدا خلال المجموعة الأولى وتمكن من الفوز ب 6-4.
خلال المجموعة الثانية ظهرت سيطرة اللاعب البلجيكي كيمر الذي تمكن من انتزاع النقاط الحاسمة ومضى ليفوز بستة اثنين. سيناريو مماثل خلال المجموعة الثالثة لياقة بدنية عالية للاعب البلجيكي وتحركات جيدة داخل الملعب. 6-2 هي نتيجة المجموعة الثالثة ولقب أول لهذا اللاعب الشاب. لوكا جوي فريمون بيان افيك اون بون بريسيون alors je faisais un peu trop de fautes et puis après dans le deuxième il a un peu moins bien joué et pour ça j'ai pu prendre mes occasions. Je m'attendais à un match compliqué. Ça a été le cas. Malheureusement, j'ai pas réussi à gagner. Il y avait beaucoup de jeux très accrochés, donc ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'est le sport. بعد أسبوع من التباري كيمر ينتزع لقب هذه الدورة التي عرفت نجاحا تنظيميا على جميع الأصعدة. الحمد لله هذه السنة دازت مستوى عالي، وجدنا لها أحسن استعداد من هذه أكثر من شهر، كنا مستعدين في يوم الانطلاقة ودازت الأمور طيبة كما شاهدتوا دون أي ملاحظات لا من الناس ديال الجامعة الدولية ولا من الناس ديال الجامعة الملكية المغربية للتنس. فصول جديدة من التشويق ستنطلق غدا بمدينة القنيطرة بانطلاق منافسات الصبورة النهائية التي تعرف حضور أسماء وزنة ومصنفة ضمن المئة الأوائل في العالم. ومباشرة بعد محطة مكناس القنيطرة تستضيف المحطة الموالية والتي ستدوم على مدى 7 أيام. ندوة صحفية عرفت باللاعبين المشاركين خلال هذه المحطة. ورقة أمين النوري. للسنة الثانية على التوالي النادي الرياضي للتنس بالقنيطرة يستضيف أحد أبرز محطات دورية تشالنجر للتنس، هذه المرة بجوائز مجموع قيمتها 50,000 دولار. النادي كان في ذروة الاستعداد لاستضافة هذه التظاهرة. استعدادات هي بدأت هذه مدة شهرين، يعني اون ا غوفي تو لي كور بون سيت باسكو لو كاي شارج كيحتم علينا، يعني بعض المسائل اللي كتكون مهمة. وهانت كما كتشوفوا جميع الملاعب التعاودات، يعني لونتروتيان صباغه لا ريفيكسيون ديال الريستورون. اسماء قويه ستكون حاضره، على راس الاسباني المصنف 74 عالميا كارينو بوستا ومواطنه راموس بينولاس المصنف 95 عالميا. اسماء من مدارس عالميه شتى حاضره للتباري على اللقب واضفاء طابع القوه على الدوري. Le tableau est très relevé parce que d'abord il y a un 74e mondial. Sans être 74e mondial, c'est que c'est des gens qui participent au Roland Garros, les grands chelems même. Donc c'est un plus pour la ville. Et bien sûr, promouvoir la ville. La ville, alhamdoulilah, d'abord, tu as le cadre, le cadre ici d'Adat Mzianin. إذا بعد مكناس قافلة دورية تشالنجر للتنس ستحط رحالها بالقنيطرة حاملة معها الكثير من الخبرة والتجربة لأندية مغربية على مستوى التنظيم ولاعبين مغاربة من أجل مزيد من الاحتكاك بأسماء دولية قوية. إلى رياضة المصارعة، حيث اختير المغرب كعضو لدى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرياضة المصارعة في شخص رئيس الجامعة الملكية المغربية للمصارعة فؤاد مسكوت. رئيس الجامعة عقد ندوة صحفية سلط من خلالها الضوء على هذا المنصب وتحدث أيضا حول ما أسماهم بأعداء النجاح. المغرب يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمصارعة في شخص فؤاد مسكوت رئيس الجامعة الملكية المغربية ورئيس الاتحاد الإفريقي. وكسب المغرب هذا المنصب المهم في الاتحاد الدولي عقب انعقاد المؤتمر الدولي للجامعة بعاصمة أوزبكستان طشقند وعلى هامش بطولة العالم الأخيرة بحضور 136 دولة يمثلون القارات الخمس، حيث تم إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي. المرشح المغربي فؤاد مسكوت فاز بولاية مدتها 6 سنوات. نهنئ كل من أفرحه هذا الظفر بهذا المنصب ديال عضوية المكتب التنفيذي ديال الاتحاد الدولي كأول إنجاز في تاريخ إفريقيا وأول إفريقي يتولى هذا المنصب. أعتبر بأننا الآن أمام منعطف جديد، أمام انطلاقة أخرى من أجل أن ندخل عالم الكبار، وعالم الكبار يقتدي بأن نضع استراتيجية مغايرة، استراتيجية كبرى من أجل استهداف ميداليات في المستقبل، ميداليات أولمبية، والانطلاقة هي أن نحتل دورا رياديا في إفريقيا، دورا يرتبنا ويصنفنا في مصاف الدول التي تحترم في هذا الفعل الأولمبي الدولي.
ونظمت الجامعة الملكية المغربية للمصارعة لقاء تواصليا سلط من خلاله رئيس الجامعة الضوء على الملابسات التي كانت تحاك ضد عضوية المغرب في الاتحاد الدولي من خلال ممارسات أعضاء كانت مصلحتها هو إبعاد المغرب من التمثيلية الدولية. وعرفت هذه الندوة مشاركة رؤساء الجامعات الملكية المغربية لرياضات فنون الحرب يتقدمهم الأستاذ دليل سقلي معبرين عن مساندتهم المطلقة لرئيس جامعة المصارعة الذي تقدم بالشكر الجزيل لكل من ساند المغرب وسنده للحصول على هذه العضوية التي سيكون لها النفع الجيد على المصارعة الوطنية. دائما مع رياضات فنون الحرب يتوجه غدا المنتخب الوطني المغربي للسامبو إلى الكاميرون من أجل المشاركة في بطولة إفريقية وأيضا الدفاع عن لقبه الإفريقي. رشيد أعود إليك، الأسبوع المقبل يوم الأربعاء مباراة هامة أمام برسم إياب ثم نهاية كأس العرش أمام فريق الرجاء البيضاوي. كما قلت لي المباراة مازال ما ربحتوش، كنعرفوا جمهور ديال الرجاء، كنعرفوا الإصرار ديال فريق الرجاء البيضاوي، أكيد بأن المباراة ايضا ستكون صعبه بالنسبه لكم. اللي كنعرفوا اكثر هو الجمهور ديال فريق الجيش الملكي، لان المباراه في الرباط واللي غادي يكون يعني مال المدرجات هو الجمهور ديال فريق الجيش الملكي، لان اكيد بانه من بعد يعني المباراه الاولى ومن بعد المباراه الثانيه الجمهور اصبح بكثره، ويمكن غيتوافد في واحد الوقت مبكر. واكثر من هذا لان المسموح لفريق الجيش الملكي هو اللي ياخذ تقريبا واحد النسبه ديال الاسد داخل المدرجات ديال ملعب الفتح، واللي يمكن غادي نشاهدوا الملعب الفتح كما كنا نشاهدوه في منذ زمان. وبهذه المناسبه كنناشد الجمهور ديال الجيش الملكي باش يجي يعني بكثافه ويجي دائما في بفكره وحده، لانه الفريق في امس الحاجه اليه ان شاء الله باش يدعموا وباش يساندوا من اجل ان شاء الله المرور للدور المقبل، لانه غتفتح ليه طريق كبيره جدا من اجل ان شاء الله يكون يعني منافس قوي من اجل اول 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 هدف اللي على المدى القصير وهو كاس العرش ان شاء الله. سؤال اخر، استدعاء من لجنه الاخلاقيات بالجامعه، شنو مضمون هذا الاستدعاء؟ شنو يعني لمن بالنسبه لرشيد طوسي؟ هذه ما ذكرته الصحافه. ما استدعيت شي واحد. واش تاكد الخبر ولا انك سمعت فيه؟ لا كان فيه خبر وما كاينش علاش غادي تستدعي، لانه الاخلاقيات معروفه. وكما سبق وان ذكرت انا كنشكر الوداد ديال المدربين لانه ضمنوا وداروا حتى هما يعني في شهر السي عبد الحق مندوز رئيس الوداديه دار واحد البلاغ كيبين للكل بانهم متضامنين مع رشيد الطوسي، لانه هذا غير شيء مفتعل، ماشي لا اساس له من الصحه. واكيد بانه غادي نقوموا حنا كمدربين، لانه البارح تقاس المدرب، اليوم غيتقاس هذا، غيتقاس مدرب اخر، خصنا كذلك تكون عندنا بالنسبه لنا واحد التضامن ونعرفوا اخلاقيه المهنه اش كتحتم. مع العلم لانه حنا في يعني في التكوين ديالنا تناخذوا واحد لو موديول خاص بعلاقه المدرب مع الصحافه، ولكن العكس، واش انا كنبغي نطلب واش الصحفيين تياخذوا في التكوين ديالهم علاقه الصحفي مع المدرب باش ياخذ غابه، لانه في جميع الميادين ماشي غير في الرياضه هناك العناصر اللي كتكون مشوشه، فهمتي؟ والغير مسؤوله والغير مهنيه. وفي الان اصبح يعني في هذا العهد ديال محمد السادس الله ينصره لا مكان الان في بلد يسير نحو القطيعه مع ممارسه الماضي، وحنا خصنا نجندوا ونتكتلوا مجموعين ان شاء الله باش نكونوا اكيد القاطره ديال البلد ديالنا تزيد الامام، وفي القطاع ديالنا كذلك باش تزيد الامام. حنا هنا لا صحافه ولا رياضيين ولا مدربين ولا مؤطرين ولا جماهير من اجل يعني الرفع من مستوى الرياضه في بلادنا. اكيد بان هناك مشاكل على مستويات عده، الاصلاح هو ما يجب ان يكون خلال المراحل القادمه. ربما روبورتاج حول استعدادات المنتخب الوطني جاهز الان لرياضه السامبو وتوجهه للكاميرون من اجل المشاركه في كاس امم افريقيا. هذه اللقطات هي من آخر حصة إعدادية للمنتخب الوطني لرياضة السامبو قبل السفر إلى العاصمة الكاميرونية يوندي من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية التي ستقام طيلة الأسبوع القادم. المنتخب الوطني للسامبو دخل منذ مدة في معسكر إعدادي من أجل المشاركة في هذه البطولة الإفريقية، وذلك تحت إشراف المدير التقني السيد محمد أفيلوز. الحمد لله المستوى التقني مستوى جد جد عالي بالنسبة للفريق المغربي، خاصة وأن الفريق المغربي هو الرائد في هذه الرياضة السامبو على المستوى الإفريقي،
واخر بطوله كانت تم تنظيمها في المغرب. المغرب حصل على 6 ميداليات ضمن 7، وكنظن ان شاء الله العناصر مشحونه ولديها رغبه كبيره باش انها تجدد هذا الانتصار ان شاء الله. اللعابه ديالنا مستعدين، التهيئ كان مهم ومعنويه طالعه، وان شاء الله غادي نجيو معنا ميداليات ذهبية إن شاء الله. الفريق الوطني يعد من بين أقوى المنتخبات على الصعيد القاري، فبعدما أن توج باللقب خلال البطولة الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في الدار البيضاء، حيث أحرز على 6 ميداليات ذهبية من أصل 7، يهدو طموح كبير من أجل إعادة نفس الإنجاز رغم قوة المنتخبات المشاركة، ومن ضمنها منتخب البلد المنظم الكاميرون. والحمد لله عندنا أبطال اللي عندهم خبرة في هذا المجال، فايت لهم لاعبين في البطولة الإفريقية وحاصلين على ميداليات، وغادي نبروح خشالية عالية إن شاء الله باش يحافظوا على التقدم ديالهم ويبسطوا الهيمنة ديالهم على هذه البطولة الإفريقية اللي كيعتبر المغرب من أقوى الدول الإفريقية في هذه الرياضة. ونظرا للدور الفعال والنشيط للجامعة الملكية المغربية لرياضة السامبو داخل الجامعة الدولية للعبة، فقد أنيط للمغرب تنظيم بطولة العالم خلال السنة القادمة والتي ستنظم لأول مرة خارج أوروبا. كان هذا آخر مواد عددنا اليوم من برنامج العالم الرياضي. باسمكم وباسم طاقم البرنامج أشكر الإطار الوطني رشيد الطوسي، شكرا ومرحبا بك في دارك. شكرا سي خالد، وتنظر لي نكون يعني وضحت كل الأمور كل لبس نخص مع الاحترام للجميع وان شاء الله. اكيد الرسائل وصلت رشيد، نحن هنا من اجل تقديم المعرفه وايضا تقديم الخبر، لا تاويلات ولا طرح اطروحات هنا بالنسبه لهذا الاطار لهذا الطرف او الطرف الاخر. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.